اولا ونحن نتحدث عن حادث بالسلسلة مؤسف مؤسف بطبيعة الحال، لان هذا دليل على لا مبالاة من طرف يعني المواطنين، يعني خصوصا سائقي الشاحنات بالحجم الكبير، يعرفون يعني ان الباب يعني لا يستحمل يعني عرض وعلو تلك الشاحنات، خصوصا التي تحمل على متنها يعني مثل تلك الجرافة. والدليل الفيديو الذي يعني تم نشره عبر الشبكة العنكبوتية بطبيعة الحال هو الأهم في هذا الموضوع، أن التراث هو مسؤولية الجميع. أكيد هناك مؤسسات وخصوصا بالذكر وزارة الثقافة تقوم بمجهود كبير على مستوى النصوص القانونية، وأنا أحيلكم على قانون 22 بني الذي يعني يؤطر عملية المحافظة على التراث المادي واللامادي. بطبيعة الحال هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الوزارة في إطار ترميم مجموعة من يعني المعالم التاريخية على الصعيد الوطني. هناك مؤسسات يعني أحدثت في إطار هكذا الوزارة، وهنا أخص الذكر المحافظة الجهوية للتراث الثقافي، كذلك تقوم بمجهودات كبيرة من أجل أولا جرد التراث الثقافي وتهيئ ملفات لعرضه على الدراسات من أجل رد الاعتبار للتراث الثقافي. لكن الشركاء الآخرين وهنا أخص بالذكر المواطن، لأن التراث هذا تراث الجميع، لابد أن نعي بأهمية هذا التراث، هذه ذاكرتنا، هذا تاريخنا نعتز به بطبيعة الحال، خصوصا أن المغرب المملكة المغربية مملكة عريقة لها تاريخ يمتد يعني في عمق التاريخ إلى أزيد من 12 قرن بطبيعة الحال. الأجداد والأسلاف أتركوا يعني تراث نتميز به بمقارنة يعني مجموعة من الدول. بطبيعة الحال المغرب حاضر تاريخيا بثقافته وبتراثه المعماري وكذلك تراثه اللامادي الغني بطبيعة الحال. هنا لابد أن نكون جميعا يعني بقلب واحد للمحافظة على هذا التراث. ثانيا هنا ندعو المجتمع المدني بطبيعة الحال بالتنسيق مع قطاع الثقافة، بالتنسيق مع المنتخبين يعني الجامعات المحلية والسلطات المحلية كذلك، من أجل تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين داخل مدينة تردانت المدينة العتيقة، مدينة التاريخ، مدينة التي صنعت الأحداث، مدينة التي أنجبت علماء، أنجبت أدباء، شعراء. يعني حينما نتحدث عن تردانت نتحدث عن الشموخ الروداني. من هذا المنطلق لا بد أن نحافظ جميعا كأبناء تردانت على موروثنا الثقافي، وهنا أدعو المجتمع المدني لكي يساهم ويساعد في توعية المواطنين للمحافظة على تراثنا، لاحترام التراث المعماري، عدم رمي الأزبال في جنبات الأسوار سواء في الجزء الخارجي أو الداخلي للأسوار، ثم عدم يعني من حين لآخر نتوصل بمجموعة من الفيديوهات من الأشرطة والصور. هناك ممارسات مثل حرق الأوراق بجنبات الصور، هذا لا بد أن نساهم في توعية المواطن بطبيعة الحال، لأن الأسوار لها تاريخ عريق يعني يمتد إلى 5 قرون، وواجبنا أن نحافظ على هذه الأسوار، على المعالم المآثر التاريخية للأجيال المقبلة. هذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به جميعا كمؤسسات، كمجتمع مدني بطبيعة الحال، وكمواطن بطبيعة الحال، لأن مدينة تردانت مدينة تتميز عن باقي المدن العتيقة
بنوعية أسوارها التي تم تشييدها عبر مراحل في التاريخ بطبيعة الحال، ثم عاداتها وتقاليدها بطبيعة الحال. ولا ننسى أن حينما نتصفح تاريخ المدينة حسب المراجع المتوفرة أن مدينة ترداد أعطت وساهمت في بناء مدن أخرى على الصعيد الوطني. لهذا يجب أن نحافظ على هذا المولود، ويجب أن نحافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها مدينة ترداد، ويجب أن نشتغل جميعا أولا لرد الاعتبار لتراثنا الثقافي، ثم توظيفه بطبيعة الحال توظيف حقيقي حتى يساهم كذلك في التنمية المحلية بطبيعة الحال. لأن ترداد يعني ك ك ك ك يعني كفضاء يفتح الشهية للزوار ليشاهدوا عن قرب هذه المعالم التاريخية التي نتحدث عنها، سوف تساهم كذلك في إطار السياحة الثقافية بطبيعة الحال في التنمية المحلية. يجب أن نشتغل جميعا على هذا المشروع، وفي نفس الوقت أن نحافظ على ترداد الشامخة. حين توصلت للأسف عبر الواتساب بشريط فيديو الذي من خلاله يعني يتضح أن الشاحنة التي تحمل على متنها أحد الجرافات فعلا تسببت في تخريب جزء من باب السلسلة بطبيعة الحال. أولا أظن بأن هذه يدخل في إطار المبالاة بطبيعة الحال، لأن شاحنة كبيرة من ذلك الحجم لا يمكن أن تمر عبر هذا الباب، هذا من جانب. لكن انتقلت يعني إلى عين المكان، ومباشرة جاء يعني حضر معي سيد باشا المدينة وممتنين عن السلطات الإقليمية ثم ممتنين عن المجلس الجماعي بطبيعة الحال، وحررنا محضر في هذا الشأن بطبيعة الحال. من خلال المحضر اتفقنا على أساس لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الحديث. ثم بعد ذلك في المساء كان يعني انتقلت إلى دائرة المحيطة حيث تم تحرير المحضر يعني في الموضوع بطبيعة الحال. هذا لا بد من هذه الإجراءات، هي ضرورية لأن هذا تراث معماري بطبيعة الحال تعرض للتخريب، لا بد من أن يأخذ القانون مجرى بطبيعة الحال. ونتمنى إن شاء الله أن لن تكرر مثل هذه الحوادث. لا بد من يعني شاحنات من هذا الحجم يعني من الصعب أن تدخل عبر هذه الأبواب بطبيعة الحال. لا بد من الجهات المعنية أن تساهم وتساعد، والجهات تقوم يعني أنا دائما في تواصل مع مؤسسات الأمن الوطني. هناك يعني ديمومة التي تهم يعني تنظيم السير بطبيعة الحال. هذه حوادث نادرة تحدث، ولكن يجب أن نشتغل جميعا حتى لا تتكرر بطبيعة الحال. ذلك في إطار يعني أولا الجميع يجب أن يكون واعي بقيمة هذه الأسوار وقيمة هذه الأبواب، ولا بد أن نحافظ عليها ونترك يعني للمؤسسات المعنية بالجانب القانوني أن تتخذ التدابير اللازمة في هذا الحديث.